بمناسبة عيد الأضحى الكريم، هانتوما تشوفوا الأجواء اللي كان نعيشوها في العيد، كنشوطوا الناس ريسان بثمن مناسب اللي عنده اللي ما عندوش مرحبا به، وهذه هي السنة كل عام كتلقانا هنايا، والحمد لله على كل حال، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. 40 درهم ثمن مناسب، وبالنسبة للنظافة هذا الشيء اللي كتشوفوه دابا ما غادي تبقى منه حتى شي حاجة. كل شيء غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم بحال اللي كاع ما خدمناش كاع. اجواء ديال العيد راك تشوف كي كتشوف كدوز زوينه، تشواط الريسان الكرون ملي كنكملوا كنطوايو المسائل ديالنا وداك الشيء اللي كتب الله رزيق وصافي، هذا الشيء اللي تقريبا هذه شي 12 سنه المهم اللي كنا صغار، ويا هذه كل واحد زادوا يكبروا حنا هنا. ايوا كل عام والثمن ديالو، هذا العام حنا 40 درهم وان شاء الله يحن علينا الله كاع ما نزيدوش كاع الشوط. واللي ما عندوش مرحبا به كنجيبوا لها حنايا الريوس نتاعنا كنشوطوهم هنايا، وهما بدورهم كينقصوا علينا واحد المهمه اللي هي ما نقدوش نديروها في الدار ديالنا، كنجيبوا لهم حنايا كنتعاونوا معاهم، وهما في نفس الوقت كينقصوا علينا بزاف نتاع المهام اللي ما تقدش ديرهم في الدار ديالك. و بالنسبه للاثمنه اللي كيديروها هنايا الدراري راه مناسبه، ثمن مزيان كيديروه، وهذا الشيء كامل غير باش هما يعاونوا راسهم وتا هما لهاد الوسخ وهذا الشيء اللي كيكون هنايا، هما في التالي كيكملوا كيجمعوه وكيحافظوا تا هما على الحومه نتاعهم، راه تا هما الحومه نتاعهم هذه وتا هما راهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.